الحقيقه شغل واضح جدا يا صديق، شغل رائع جدا النادي الاهلي عامله منذ الوصول وحتى الان. ما شاء الله، يمكن من اول يوم وصلوا، يمكن اول ساعه حتى العميد محمود جمال نقول له ان شاء الله المسحه ان شاء الله للمره الجايه تبقى سلبيه باذن الله. هو واضح ان صوته كويس ان شاء الله، ما يبقاش فيه اي حاجه باذن الله. انا سعيد جدا باللي انا شايفه من جمهور النادي الاهلي كبدايه، هيبقى دافع كويس قوي ان شاء الله. وكل كلام العميد محمد مرجان انه عايز اللعيبه كلها تفكر في الجمهور، ازاي تسعد الجمهور، الناس في ظل الاجراءات الاحترازيه ومع ذلك مش خايفين وجايين بالاعداد الكبيره اللي احنا شايفينها. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله قادر باذن الله انه ان شاء الله يفرح كل جمهوره سواء في قطر الموجودين او حتى في الوطن العربي كله باذن الله.